أعلن جهاز المخابرات الهولندي طرد موظفين إيرانيين اثنين يعملان بسفارة طهران في أمستردام، وأكد متحدث باسم المخابرات أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية ولم يقدم المزيد من المعلومات. وقبل أيام قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها ستنزع الصفة الدبلوماسية عن إيراني بعد القبض عليه في ألمانيا لصلته بمخطط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وكانت مصادر أوروبية قد أعلنت أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله الذي تم اعتقاله على رأس خلية أرادت شن هجوم بقنبلة في مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس هو عنصر بأحد أجهزة مخابرات طهران ومطلوب للشرطة الدولية الانتربول.